سميها تكنولوجيا معلومات. وبديش اكتب شباب، بكتب قاعد ايش انا؟ اي صور. اول حاله حيصلح. بالله من هذول تكنولوجيا المعلومات، هاي تكنولوجيا. مش ضروري هذه الصورة تيبيكال. بدي صورة بتعبر عن المعنى، بتعبر ايش؟ عن المعنى. اه وهلقيت بدي اعمل لك اياه. دقيقة كلها هيك. تمام؟ عشان تكون الصورة أوضح، ها تكنولوجيا الحاسوب بينك. هاي هادي مش مزبوطة. هاي هادي برضو مش بينك. هاي هادي مش بينك. تمام؟ هاي هادي. فانا يا صبرين اول شيء بدي اطول بالي كثير 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 كثير، على اساس انه مع انه في دير بالكم مستودعات لصور البنك، مستودعات بس حقها فلوس، يعني بكون ايش جاهز. انا ما بدي ايش اتطرق لها. زي ما قلت انت، ها هاي بالانجليزي. انفورميشن تكنولوجي فيش لما تيجي، لما تيجي واحده فيش امكانيه، فيش امكانيه. ول 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 هاي بارتس اوف كمبيوتر. هاي واحدة. هاي. هاي واحدة. تمام؟ هاي بدي اسيبها. يعني مش مملية دماغي كتير، بدي حاجة ايش افضل. تمام؟ هاي هادي، لا هادي، هاي كمان واحدة، هاي كمان واحدة، كل هدول ايش هاي الحقينهم. تمام؟ هاي هادي بلاش عندك مجيتي. هاي هادي، هاي واحدة يما محلاها يما لزقة. تمام؟ كويس. بدي اجي ايش على هاي يا صبرين نسخ الصورة، وهاي وين على الباوربوينت، هاي على الباوربوينت. تمام؟ ايش بدي اعرفني يا صبرين انها ايه؟ ها هينا حطيتها ولا حطيتها مش فارقة معها. ايش بدي اعرفني انها إيه الان من غير خلفية؟ عادي بروح بحط اي خلفية هيك هيك بس منظر، بحيث انه لما نحركها ما تكونش مربعة. بعدين باخذ الخلفية اللي بدي اياها. الان شعار الجامعة ما ظنيتش ايش؟ ما لقيته شيء. لازم برضه بين الفوق. انا اللي بتاعت الشهاده جيبها. ايوه والله اكبر. وين هذه؟ هذه 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 هذه
حاسبات تكنولوجيا المعلومات أجل. لكن ممكن نحطها في إطار شكل. هيا هادي. هيا هادي. هيا هادي. يا رب انا مش معنى الكلام بدك تجيبي نفس الصوره ونفس الشكل ونفس الهيئه ونفس المنظر، لا تمام. المهم تعرفي انه ايش انت فاهمه ايش اللي تعمليه اللي تعمليه. حتى كمان انت لما نقول في يلا يا عم خساره على الوقت، هاي نسخ الصوره ما كنت اريد. يعني انت ايش شايفه هنا فوق؟ حطينا بشكل لو قربت، لا مش كيف حطينا بشكل فوق. وكيف لونها ازرق لحالها؟ ما هو اكبر. طيب ماشي. هنا لو قربت من الصورة انت طلعت كان في مربع احنا بدنا نقلبها ولا نعمل حاجة ايش؟ تاني عشان تيجي مع الشكل هذا. موجود عندي ادراج، يعني مو الفكره مجرد نفسها ادراج، وهاي الاشكال، هاي المربع اللي موجود موجود زي هيك مربع فيه كويس تمام. والاطار تبعه التعبئه تبعته بلا تعبئه، اما الاطار موجود. بعدين جايب اطار تاني على قدر ايش، هاي ادراج وهاي اشكال وهي الشكل ها تمام. مخلي الاطار حتى كمان شايل الاطار هنا بلا تعبع ورفع هذا حطها. طبعا هذا اجت ورا ايش بجي بقول له هيك ها كنت زد هاي بقول له ايش احضار الى المقدمة هيات اسمع شوي التركيب وهذه بدل ما هي راسين اللي هي افقي بس انا ببين ان انا ايش اللي بدي اياه وبكمل نص عادي وبكمل نص عادي ادراج لا يا اختي مش نفس الاشي انا بديك فكرة اعملي زيها اعملي زيها اعملي ايش زيها بس تمام اعملي ايش زيها بعدين ايش مربع تمام خلي الكلام ابيض مربع نص هاي باجي زي هيك ادراج ادراج وهاي مربع نص اسف فلا اطفي وانا كمان يا ريت تطفي هاي مربع نص وباجي بكتب اللي هو واحد عدم العبث في التوصيلات عدم نقل الاجهزة عدم تناول المأكولات والمشروبات ارجع حتى ما طلعتش هنا قاعد بكتب من اي درجاء المقاعد في اماكنها بعد الانتهاء اغلاق اجهزة او مفاتيح الطاقة المتعلقة بالجهاز يعني تسكر الشاشة وتسكر الجهاز وتسكر ايش اليو بس الى اخر تمام وباجي ايش هنا بدي اقول له اللي هو النص العادي مثلا ايش هاي كله مع سطر واحد واختار نوع الخط اللي بدي اياه تمام عاود ارجع هنا ازرق الخط واجيب مربع النص لتحت هيك ومربع النص زي ما انتم شايفين نازل هذا سطر هيك هون هاي انت وهذا مربع النص عبارة عن اطار باجي بقول له تنسيق الشكل وبقول له اعمل لي اياه اطار زي هيك طبعا ممكن اقول له تعبئة الشكل اجي اقول له ايش بلا تعبئة بلا ايش تعبئة وهنا محطوط لإدراج شكل وجايب لي الشكل هذا المائل اللي بدي ابحث عنه اللي هو هي هذا بقول لي ايش هنا تعليمات خاصة بإضافة نص هاي إضافة تعليمات استخدام أجهزة المختبرات
طبعا انا هذا ايش على السريع، انا ورجيتك المهارة لكن ما ورجيتك اللي هو ايش الاشياء التانية اللي متعلقة بايش بالتنسيق والتشكيل والتزويق والترتيب. تمام، وتحت شكرا لتعاونكم واحدة تانية. يعني انا قريب منها ولا مش قريب منها؟ وهذه هذه هيك بعمل لها ايش احضار للمقدمة عشان بين الخط هذا هذا هذه الصورة هذا عشان ايش احضار للمقدمة عشان نغطي الخط هذا من خلال الجهاز زي هيك. بخلي الصورة فوق هذا بحط احضار للمقدمة بدك تخلي حاجة يعني هذه هذه شايفة بدي اخليه ايش للمربع انا بقول له ايش احضار للمقدمة او نقل الخط صار عشان يخفي الخط. وين هذا 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 جاي انا رفعنا لك شوية يا أميرة كلهم هذولا. هذا التعليق يحذفه، هذا التعليق، هذا التعليق قول له ايش ازالة زي هيك. هذولا كلهم شايف هيك هيك يا أميرة هيك حددتهم كلهم برفعهم لفوق شوية هيك ارفع ارفع كويس. وهنا يا أميرة هذا الخط انت قصدك انه مخفي اه مش هذا الخط هو اللي مخفيه، هذا الخط هو اللي مخفيه. هاي انت انت مظبوط هذا الخط اللي مخفيه يا اختي. جيت ادراج وهاي اشكال وهاي الشكل المستطيل وجاب من اول الشريحة لاخر الشريحة زي هيك وكتب ايش في الداخل هذا هذول الاشياء صح ولا لا؟ تمام. هاي كل هديل هديل اه طلع ايدك من جيابك ايوه صح صح هذا بشيل لنا هاي كل المسألة هاي كل المسألة هاي ايش بدك تكبر الصورة بدك تكبر الصورة بعدين شايفين الصورة هذه. تمام، هذه الصورة إذا في عندي خلفية بيضة بدي ارفعها برفع إذا بدك تغير لونها ها شايفين كيف بحيث انه ايش صارت زي تحت الجامعة شايفين كيف صارت ابيض اه لونها ابيض هيا شايفه في اعدادات الصورة في اعدادات هذا كله المفروض ايش ها بدك ترى بدك اياها لون ايش؟ ها اصفر كل هيك ما في اي مشكله ما في اي مشكله. هاي اللي اخذناه ايش؟ المحاضره اللي فاتت قلت انا ايش بدي اعمل؟ بدي عشان احوله صوره يا ساره باجي بقول له ملف حفظ باسم كويس وباجي على سطح المكتب وبختار مثلا ايش مجلد اثنين وبقول له ايش؟ تعليمات له استخدام المختبر. تمام، انا حفظته هيك ايش يا ندى صوره بخلفي باوربوينت حفظته باوربوينت حفظته. ليش يا هديل هديل روان؟ روان لانه لقيت ملف حفظ باسم ما غيرتش هنا ايش الامتداد لكن لما نغير الامتداد الى ايش احد اشكال الصور هذه. تمام، حتى لو بينك بياخذها بالخلفيه حتى لو بنك بياخذها ايش بالخلفيه فباخذ الجي بي جي وبقول له ايش حفظ وبقول له الشريحه فقط. لو اجيت هنا على مجلد اثنين مجلد اثنين مجلد اثنين كنت مره ثانيه بدنا نعيد الامر ملف حفظ باسم واستعراض وبدي اجي اقول له ايش سطح المكتب هاي سطح المكتب هاي سطح المكتب واجي اقول له مجلد جديد اللي هو ايش مجلد 9 هاي تعليمات ما غيرتش الامتداد حفظ هيك باوربوينت هيك باوربوينت ملف حفظ باسم مجلد 9 المكان اللي بدي اخزن فيه واجي اقول له انا ايش بنك جي بي جي اللي بدك اياه ما في اي مشكلة هذه الشريحة فقط واجي على مجلد ايش 9 وينك يا مجلد 9 هاي مجلد 9 تمام هاي الصورة هيك بوستر هيك ايش بوستر. تمام، وهيك باوربوينت.
طيب يا صبايا، الآن لو بدي إياه من غير الخلفية باجي كنترول إيه، كنترول إيه، وبقول له يا رواني إيش ملف حفظ باسم بالزر اليمين، تمام؟ بياخد له كل اللي موجود وين على هاي، وشايفين لحاله محدد بنك. هاي تعليمات استخدام المختبر، كويس. هاي وهيك حفظها، هاي مجلد 9، هاي تعليمات استخدام المختبر بنك، هيك بدون ايش خلفية. ليش بتعمل هيك يا دكتور؟ ليش بتعمل هيك؟ تعال اقول لك ليش يا سجن. نستغل موقع مين؟ حسنا، تمام. ونيجي نفتح لنا اي صفحه، ذن ذن، كويس. الان هانا عمل لنا يا زهره حسنا، كويس. بدي اجي اقول له ادراج صوره، وبدي ايش احملها تحميل، انا من وين اخذتها صوره؟ استنى شوية، صورة في تحميل صورة، ما هو بدي هذه ايش مرة ثانية، تحميل تحميل واجي المكتب، فيش امكانية لازم احمل، فيش امكانيه يعني تقولي لي فيش بتشرد 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 الا موجود، بس الواحد مع الاوامر ممكن يتوه شويه. هاي البنك طلعوا، ها نعتبرها ايش من نفس الشريحه، يعني شايفين كيف طلعوا. هنا بدي اجيب الصوره الثانيه تحميل، واجيب الصوره الثانيه. ايش يا علا سلامتك، طلع هنا اللي بخلفية وبدون خلفية. هاي اللي بخلفية كأنها كأنه ايش الشكل والأرضية من نفس الموقع، من نفس ايش الموقع، لكن هنا ايش، هنا ايش خلفية لحال، خلفية لحال منفصلة، خلفية لحال ايش منفصلة. فما بالك الباوربوينت قلنا ممكن اعمل حاجات زي هذه انا واستغلها واحطها على الموقع، ونفذناها في المحاضرة المرة الماضية. بجيب صورة بنك من الباوربوينت وبحطها على الباوربوينت، وببدأ ايش اللي هو الاسهم والورق. الان بدنا ننفذها ايش، مش زائد اضافة ايش انه كيف سجلنا فيديو، كيف سجلنا فيديو. الان بدي اعيد جزء منها، جزء ايش منها، بس باستخدام ايش اللي هو البرنامج او الاداة اللي اسمها جديد. وينك يا حسنا؟ هي حسنا، تمام. وبنيجي وين على مجلد المشاركة تبعنا، كويس. وباجي بقول له ايش جديد، وفي عندي المزيد رسومات جوجل. ذكرين ليش الرسالة هذه بتطلع؟ بقول لي انه دير بالك في عندك اللي هو مشاركة مع واحد، في حدا قاعد لك في قلب المجلد، دير بالك. الان عشان اسمي انا بقول له ايش خريطة ذهنية، نفس الباوربوينت، نفس الباوربوينت، بس على الباوربوينت لما بدي اجي اعمل يا سجا هاي شريحة جديدة، هنا معطي لي بعض التصميمات الجاهزة. يعني لو جيت قلت له ادراج وسمارت واخذت الشكل الهيكلي هذا واخذت الشكل هذا وقلت له موافق، كويس ركزي، تمام. وبدي اعمله على السريع على الحاسوب، وحدات الكيان المعنوي، الكيان المادي، الكيان المعنوي، نعم. خليه يخرب زي ما بده، انا بكتب، انا حر، ايش ما بدي اعمل بعمل، انا اللي بتحكم يا ندى، مش هو اللي بتحكم في الجهاز، انا عملت الجهاز، كويس. هاي انتر، وحدات الادخال، وحدات الاخراج، المعالج، الذاكره، تمام. هنا ايش البرامج، النظم، اللغات، المساعد، وهذول ايش الفضيات اللي تحت، فضيات شايفينهن، هذول الفضيات اللي تحت.
يا اما هيك باك سبيس يا اما ديليت وانا واقف هان. الان هاي الحاسوب هذولا كلهم تحت الابو هذا صح؟ بقول له تخفيض هاي النزله تحت. هذولا اللي هي ايش؟ المعالج والكيان وحدات الادخال ووحدات الاخراج والمعالج والذاكره هذول تحت مين؟ هاي تخفيض. شايفين كيف نزلن؟ هذولا تحت مين؟ بس انا غلط اقعد هنا اعمل وابني كذا، هنا اصفحهم على شكل قائمه ورا بعض بالفروع تبعتهم وبعدين ايش؟ اقول له تعال انت هيك تعال انت هيك تعال انت هيك اصنفهم. اما لما تيجي تعملها في الشكل هنا حغلبك، مره بشرد منك مره بصير الاول قبل الثاني وكذا، بحطيهم زي هيك وشقيهم ايش؟ رشقه مزبطه. هنا هي جاهز، كل اللي علي بدي اجي هان اقول له التخطيط اعمل لي اياه معلق ايمن معلق ايسر، هاي قلب لي اياه. شايفين كيف صارن عقبال بعض؟ واذا بدك هذول كمان ايش تعمل تخطيط وهاي قياسي، او اسف هان تعمل له قول له قياسي. شايف كيف بجيب لك اياهم؟ ايه البرامج التطبيقيه، ها هاي معالجه النصوص صح، هاي معالجه الجداول، هاي رسومات، هذول الثلاثه هاي تخطيط. شايفين كيف جاب لي اياهم؟ تمام. بس بدك شويه ايش؟ تركيز. وهنا هاي تنسيقهم، خلصت. شايفين خلصت بسرعه. كيف عرفت انه راح تخطط تحت البرامج؟ كيف عرفت؟ هاي ضغط عليهم. ايش بدك يا هاي مثلا الذاكره، هاي وقفت ايش عند الذاكره؟ وين وقفت؟ في النهايه. هاي انت تمام، هاي الثانويه انتر الرئيسيه، هدول هيك جنب بعض، هاي جنب بعض صح. لكن بدي الثانويه والرئيسيه هدول يصير ايش؟ يصير ايش؟ هاي تخطيط وبجيب اسف تخفيض، هاي شايفه بيض عليها تخفيض، هاي صار ايش؟ تمام. ايش بدي كمان احشي في النص؟ ها معي يعني وضحت الصوره في التصميم وفي التلوين؟ هذا ليش المفروض مفروغ منه، لكن الجديد اللي جبته انا، الجديد اللي جبته انا ممكن اجي اعمل تنسيق للخلفيه واختار ايش؟ خلفيه انت اللي بدك اياها تعمليها مثلا على سبيل المثال هاي، والشغله الثانيه اللي بدي اياها هدين هدين ركزي معي سيبك من الشنطه طلع علي، هذه كنترول كنترول. شايفين بدي احددهم ايش؟ كلهم واحده 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 ايش؟ اقول لهم تعالوا لي جاي، تعالوا جاي. عارفين ليش؟ عشان اغير الخط مره واحده، على اساس انه لو بدي اكبر هذيك اكبر شويه، بس هيك اكبرها شويه ما بصير عندي ايش مشكله، كلهم بصيروا مع بعض يكبروا، كلهم مع بعض بيكبروا. ها شايفين محدد كل العناصر هيك اروق والطف، هيك اروق والطف كويس. لو جيت قلت له ملف حفظ باسم تمام مجلد 9 واجي اقول له اي واحد من الصور هذول بيمشي الحال، هاي حفظ. شو هو قال تعليمات؟ لا اللي هو ايش؟ الخريطه بدي اغير الاسم، بقول له لا بديش تحفظهم، بدي تحفظهم ايش؟ باسم الخريطه، اغير الاسم وهاي حفظ تمام. هذه الشريحه فقط. لو جيت قلت له كنترول اي حدد لي ايش اللي فوق اللي على الشريحه وهاي حفظ كصوره، هاي بينك وبدي اقول له ايش؟ هذه الصوره. الان في مجلد 9 هاي هذه البنك هيها فاضيه، والاستخدام الامثل للكمبيوتر هيك ايش؟ مش عارف ليش الفرق بينهم. طيب انا ليش ما جيتش عملتها هنا في جوجل درو؟ ليش انت يعني فتحت لنا القصه هذه كلها؟ جوجل درو فيش قوالب جاهزه، فيش قوالب جاهزه، بيجي معايا بس في الحاجات اللي ما فيش لها قوالب جاهزه، في الشيء لها قوالب جاهزه. الباوربوت قوالب جاهزه يعني الاشياء معروفه، لكن لو لقيت لك اي تصميم موجود، اي تصميم موجود في كتاب دوره حياه البلهارسيه، دوره حياه اللي هو الكره الارضيه، كيف بدك تعمل يوم؟ كيف بدك ايش تعمل يوم؟ هان معطيني امكانيات اكثر في ايش؟ طلع علي مثلا على سبيل المثال هاي ايش يا صبايا؟ الاشكال وهي الارض، الارض ولا الشمس؟
الأرض ولا الشمس؟ لما بدي أحكي عن اللي هو مين اجتماعيات؟ المجموعة الشمسية. هاي المجموعة الشمسية. هيك. شايفين كيف؟ نبتر كذا زحل مشتل المريخ وطاق. الشمس. حلو. تمام؟ أنا بقى ما بقدرش أعمل شغلة إلا لما يكون دير بالكو. أنا ما بقدرش أنا كمان ما بقدر أعمل شغلة إلا لما إيش؟ أرجع لأصولها. هاي برا كلها هيك زي هيك. شايفين؟ كويس؟ وبدي أجي أعبي لونها مثلا أصفر وأرفع الخط هذا، أجي أقول له إيش؟ ارفعه بلا هاي الخط هاي شفاف. أميرة طلعها كويس، وأجي أقول له مثلا إدراج هاي شكل هاي شكل هاي الأرض تمام، وهي اللون التعبئة بني، وهي الإطار تبعها ايش مثلا أزرق، والثانية كنترول سي كنترول في هاي نبتن والله بصير شو. فبدي اجي بقول لك في رسمة، بس أنا اللي كان بدي أرسمها ايش وحدة ثانية اللي هي ايش بستخدم فيها؟ بستخدم فيها اللي هو العلاقات الارتباطية اللي بنقول عنها خرائط ذهنية يا بنات، خرائط ذهنية زي هاي خرائط ذهنية. ها امبارح انا حطيتها انا هاي، كيف بدي اعمل وحده زي هاي؟ كيف بدي اعمل وحده زي هاي؟ وين البدايه تبعتهم؟ القلب على طول باجي وين؟ على الوسط زي هيك. هاي الشكل هذول ايش اهم شيء لانه مطلوب منك الان هاي الوسط، هاي الوسط تمام. بعد الوسط ايش في عندي؟ دائره هان ودائره هان ولا هين تنتين. هذا هذا سيبك من سيبك من الاسهم، واحده تنتين ثلاثه. مختلف الشكل تبعهم دير بالك. فباجي ايش على الخريطه هان، وهي ادراج، وهي الاشكال، وهي الشكل، هاي واحد هان زيه، هاي كنترول سي كنترول في. فما بالك لما تنسقي ايش هذا؟ ها هي ايش طلع هنا؟ ايش حط لي هنا؟ بقول لي انت في النص هيك، النص قبال النص كنترول سي كنترول في انا هيك. بقول لي ايش الحافه العلويه مقابل الحافه السفليه كنترول في، هاي اعرض شويه لحاله بيجي بالسهم الاحمر. بس انت حركي لحالك كويس. هنا في واحد مربع زي هيك، هذا مربع، لكن كنترول في في واحد هنا ايش صغير عكس بعض هذول تمام. في عندي ثلاثه هذا زي بعض كنترول في بس ارفع شويه. واضح يا سارة؟ واضح يا براءة؟ واضح الحارة اللي في الآخر هناك ايش بعمل قاعد؟ طيب يا دكتور احنا لقيت خلصنا فهمنا الأشكال، فهمنا ايش الأشكال، حتى كمان ممكن أحددهم زي هيك أرفعها لفوق شوية على أساس إني ايش أحافظ على المسافات، أستغل ايش المسافات، أستغل المسافات هي بالأسهم، وأجي هنا إدراج برضو الشكل شكل الاشكال، واختار ايش الدائري، هاي دائره هان صح، هاي كنترول سي كنترول في، وهي دائره هان، وهي كنترول في، هاي دائره هان. انا خلاص ما بدي التزم ايش بالرسمه الان، بدي ابين العلاقه هنا. اذا بدك تستخدم انت ايش اسهم، اسف الاسهم هذه، هذا رايح هيك مزبوط، هاي كنترول سي كنترول في. طبعا يا بنات هذه الاشياء انا مره واحده بالعمر بعملها مش على طول، بس مش دائما يعني بتواجهني المشكله هذه،
كويس. بس ايش بدي اكون انا يعني زي ما بقول لك يعني طويل بال، مش انه انا بدي اعمله خلص وخلص انجز وارمي هاي ادراج. لكن اللي عندي الان هاي لسه من العريضه نقي الاتجاه اللي بدك اياه والشكل اللي بدك اياه، برجع برتب ما في اي مشكله، برجع ايش برتب وبنصص وبعمل وكذا الى اخره. هاي الاشكال برضو ايش، هاي الاسهم، هاي السهم اليمين. طب هذا رايح فوق ولا رايح تحت؟ هذا اللي هيك لا سهم واحد. طيب فرعين، ما فيش عندي فرعين يا سجا، ايش اعمل؟ انت حر، انت حر. هاي كنترول في هي تمام، وبجيب هذا لفوق شويه عشان ايش يجي السهم معاه زي هيك. صح، استبدل يعني ما في اي شيء. بنلف لك اياه، نيجي نلف لك اياه. تعال يا انا يا اميره، هاي سهم كويس. هاي هذا بشكل ايش مباشر، شايفه؟ الان حددي هذا يا سميره، لحظه يا سميره، لحظه يا اميره، لحظه يا اميره، ما ادري هذا وهذا، هنا حددتهم كويس. هاي السمك تبعهم كويس، وهي اللون، هاي السمك تمام. بدك اياه مقطع، ممكن بدك اياه مقطع، بدك ايش تغير راس السهم، بذيل السهم، راس السهم كيف شكله، انت حره غيره زي ما بدك، ما في اي شيء، معطيك اشكال تنسيق مختلفه. ايش قلت انت بدك اياه مدور؟ هاي عندك ايش موصل بشكل مرفق، هاي جيت هذا تمام. بقول له ايش، شايفه كيف مكسر هذا، شايفه شايفه كيف؟ لكن تعالي هان، هاي موصل بشكل منحنى، هاي من نفس النقطة، طلع كيف جاب لي اياه بشكل منحنى، هاي بشكل من نفس النقطة، بشكل نفس النقطة، وهاي المرفقة المرفق هذا عفوا، هذا الجريد، وهذا المرفق عشان مش حلوات رفعته، شايفة كيف مرتب لي اياهم؟ اجي مرة ثانية ليش؟ وموصل بشكل منحني، ها هيني جبت ايش؟ سبحان الله ببين لك ايش؟ الزاوية يعني هذه، ها لو بدي اجي هنا اضغط وبدي اخذ هاد واجي الان ببين لك وين نقط شايفة؟ ها وين نقط ايش؟ ها طلع كيف هو بلف لحاله من النقطة لنقطة. وبقول له ايش مثلا؟ بدك اياه بسهم؟ بعمل لك اياه، بعمل لك راس السهم. بدك اياه بذيل؟ بعمل لك اياه بذيل. بدك اياه بلون؟ بعمل لك اللون. بدك السمك؟ بعمل لك ايش؟ السمك ما يكون الا ايش؟ من اناقتك ومن ديكورك ومن ايش؟ طولة بالك في ايش؟ في انتاج الرسمة، في انتاج الرسمة. مش هذا المهم. المهم بدي ايش؟ انا قلت له خريطة ذهنية لما انهيكت انا هي قطعت النت، سكرت الكهرباء، راح كل شيء، لا ما راحش. ليش؟ انا وين خزنت؟ انا وين خزنت؟ فبيجي الان عندي تحسنا، خربنا لها اياه الشغل، ونيجي هنا وين انا حطيتها؟ انزلها، اطلعها، اجيبها برا، انا بشتغل وين قاعد؟ على الدرايف. فبيجي هنا وهي الدرايف، بدي اشوف ايش القصه تبعك. وهاي انا في ايش؟ في حسنة، وهاي كان موجود الصور كل بساطه. ايش لا حفظت بنك ولا رحت على بنك ولا جيت على بنك ولا اي حاجه. حلو الكلام؟ حلو. طيب اللي اخذناه اللي زي هيك شجره، اللي هي شجره الازان نبات، هذا منا خريطه يعني. بتلاقي الرسمة اللي بدك إياها، وهي دوائر وهي مرافق وهي توصيلات عديد البناء. لا 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 لا، أنت عديد الأجواء كلها كمان كويس. فالآن يا هدي، الآن يا علا، بدي أطبق هذا الكلام. خلص هذا خلصت منه، وشفت كيف بحطه على الجوجل سايت؟ ما محلاه، طلع مرتب ومروعة وإيش. بس حتى كمان لما تكمل الشغل يصار هيك بروقان، بعد ما تتعلم وتخلي بتعلمك تدربك كويس وتعملين لك شغلة، بطلع حاجة بروفيشنال.
تطلع حاجه ايش كويس. ما تقوليش انا بعرفش. طبقت الروك اللي قلت لها بعمل زي ما بس بالبره. طبعا اللي درستها طبقتها عليها. نعم. يعني اخذت الدرجات على حسابنا؟ طب كويس الحمد لله. ولكن الانجاز من الماده. فلقيت الان ايش بدنا نسوي احنا؟ بدنا نيجي برضه جديد. خلصنا من الرسمه هذه. لانه كل رسمه بايش؟ كل حاجه بشريحه. هاي بدي ايش؟ اللي اخذناه المحاضره اللي فاتت بس على الباوربوينت يا علا. والبنات اللي كانوا غايبات ازاي النباتات؟ صح؟ وقعدنا ندور على صوره ايش؟ بينك. عارفين الصوره البينك؟ لا بدنا صوره ايش؟ مش مكتوب عليها. هاي ازاي النبات؟ او كتبناها ايامها بارتس. Parts of planet BNG. يا مسهل يا الله مش هي. يا مسهل يا ربنا مش هي. طيب الله احنا قاعدين بنعلم الصبايا زي ما تعلمتوه يا بنات اظني والله اعلم اياها. هيت هيت هيش طلع ساره هيش نسخ الصوره. كنت متضايقه دير بالك هينزل المقطع على اليوتيوب وحيسمعوا كل الناس وانا اقول ساره كويس واجيش على هاي جبت الصوره. طلع الخلفيه فاضيه ولا مش فاضيه؟ فاضي. والله ما انا شايف. لا مش فاضيه. لا مش فاضيه. لا فاضي كويس. الان هان ما ننساش نكتب اجزاء. حاضر 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 تمام. واجي بعد ما ارستك هذه في النص وهذه هيك وهذه هيك وهذه لا كثير هيك تعال يا عمو هيك كويس. واخذ المساحه تبعتي 100 100 مالف الالف خلصت. نيجي الان ناخذ مين بدكم اياها المنحنيات ولا بدكم اياها خط مستقيم؟ ها مستقيم احلام. نيجي هان وبنختار موصل منحني وبدي ابدا ابدا في الاشكال ولا ابدا في لا بدي ابدا ايش اعمل في الاشكال عشان اعرف كيف اوصل انا. واجي هنا الدائره الاولى اشكال وهي الدائره الاولى زي ما اتفقنا انه انا بنسق الشكل في الاول. ليش؟ عشان ياخذ نفس الخصائص كل اللي ياخذ نفس ايش الخصائص. وهي اقول مثلا الزهره الزهرة مش كوكب الزهرة. الزهرة اللي هي ايش؟ تمام؟ هاي وهاي حجم الخط انا قديش؟ هاي 30 40 هاي 40 كثير. هاي 30 كثير. الدائرة 24 لا مش الدائرة صغيرة خفيش. هاي 20 100 100 هاي بولت هاي نوع الخط وين نوع الخط هاي نوع الخط نقي الخط اللي بدك اياه المتاح على النت هياته نقي الخط اللي بدك اياه ما في اي مشكله نقي التعبئه اللي بدك اياها نقي اللون اللي بدك اياه لا ايش لا الاطار ها كويس الزهره خلصت كنترول سي كنترول في هاي بدي ايش لتحت منها كنترول في هاي ايش ويجي كنترول في وهي الشقة الثانية مش بدي اعبي ايش واحدة عقبال الثانية وهذا كمان عشان تيجي عقبالها بالضبط شايفها يا روان بجيب الخط احمر شايفها بجيب الخط الاحمر هذا شايفها عشان يصير عقبال ممكن ياخذ التنتين هذول واعمل لنا كنترول سي كنترول في ونقول لهم التنتين مع بعض شاطر بفهم الجهاز شايفين وضل يحرك هيو جاب هذا عقبال لسه لكن ما جابش في النص جاب هيو نفس بقول لك متماثلتين شايفين كيف طلع كل شيء متماثلتين في اللوكيشن حلو تمام الان هذا ايش بدي الزهره الورقه الساق الجذر ايش في ضايل ثمرة في ضايل شيء البرعم
اذا تعتبريه موجود. حلو الكلام؟ حلو؟ تمام. باجي ايش؟ اوصل الان باي الزهره بدي اياها وين؟ حلو؟ وباجي ايش؟ السهم مزبوط هيك، السهم مزبوط، السمك بدي اياه 3 بكسل، اللون بدي اياه اصفر كركمي، تمام؟ راس السهم، هاي راس السهم بدي اياه ايش؟ زي هيك، هاي شكل راس السهم كيف تغير، تمام؟ باجي اللي وراها، ها الورقة، بعيد الكرة مرة ثانية، طبعا أنا بدي أعيد الكرة مرة ثانية وثلاثة، ممكنش الورقة أخليه اللون إيش؟ أخضر، الساق، هاي الساق، تمام؟ السمك ثلاثة، اللون كذا، بغير اللون لأحمر، البرعم، هاي البرعم، وهي اللون تبعها ايش؟ ازرق. هاي الثمرة تمام، وهي اللون تبعها احمر. جذر، وهي اللون تبعها بني. يا سلام، ولا حاجة بعمل بعد ذي. سكر 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 سكر. قال لنا الدكتور راح عملية حطوا على الجوجل سايت وابصر شو بجي هان تحت. تمام؟ الدرايف. حتى كمان انا اشتغلت بالسندات الاخيرة، اشتغلت انا صح؟ هيا تجزئ النبات. وعاملين حالك وبتعرفوا كمبيوتر وكنت شاطرة علينا وحاجات زي هادي وكله شغل تلت. طبعا بتزغر الصورة على هذا. ثلاثة عدد. تمام؟ وضحت الصورة؟ وضحت؟ وضحت يا علا؟ تمام. Thank you.